السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، واول حاجه بدا كنبغي اني نعتذر منكم على الغيبه اللي طولت شويه، حيت حدي ما حطيتش فيديو. كنعتذر بزاف حيت مريضه دابا، عاد الحمد لله وليت شويه، داكشي باش قررت اني ندير لكم هاد لا فيديو. اليوم ان شاء الله ندير هاد لا فيديو على النضاره ديال البشره، اولا ما بغيتش نقول تبييض البشره، حيت انا شخصيا ما كان امن في حاجه سميتها التبييض، يعني غير شي كيكون شي ماسك او شي برودوي ضروري كيكون يعني كيوحد اللون ديال البشره، ماشي كي وكيعطيها النضاره، ماشي كيبيضها، يعني كتبقى البشره كما خلق الله سبحانه وتعالى، كاينه اللي سمراء وكاينه، المهم كل وحده واللون ديالها. المهم ان شاء الله ندعو على بركه الله لهاد الوصفه. غنحتاجو عندي هنايا اللفت الابيض، شوفوا معايا البنات، خديته وقطعته بحال هكا مرصوات صغيرين، لاحظوا معايا البنات، خديته وقطعته بحال هكا مرصوات صغيرين ودرته في الماء، سلقته شويه. ودابا غناخدو وغنمعسو شويه بالفرشيطه بحال هكا. الماسكرا يعني البنات بزاف بزاف كيهيد كاع الشوائب اللي كاينه في البشره، اولا لي طاش اللي كاينين سواء من الشمس اولا من شي حبوب قدام ولا شي حاجه. وصراحه اللفت شي حاجه واعره بزاف صراحه البنات، البشره الوجه حتى كذلك حتى الجسم كامل، كاع البلايص اللي عندنا فيهم يعني اللي عندنا فيهم الكحوله. صافي كنمعس البنات على الطريقه بحال هكا مزيان، كنضيفوا ليها ياغورت طبيعي، نديروا فيها واحد 3 ديال المعالق ديال ياغورت طبيعي، 3 ملاعق. غنضيفوا ليها البنات ملعقه صغيره ديال العسل، وضروري البنات يكون حر. اوبس، تقريبا عندي هنا معلقه صغيره. صافي كذلك البنات نزيد معلقه صغيره ديال زيت الزيتون حتى هي هناك. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش اللفت يعني الاسم ديالها، يدير بحال هذا الشكل بحال هكا. صافي البنات غنحطوا هذه الفرشيطه، غادي نخدموا هاد العناصر كاملين، نجمعوهم مع بعضياتهم. كيف لكم هنايا عندي اللفت مسلوقه، وثلاثه د المعالق ديال ياغورت مسوس، ومعلقه ديال العسل، ومعلقه ديال زيت الزيتون. رائع البنات بزاف هاد الماسك، الا جاكم شي شويه يعني بحال هكا كيما جاني انا، يمكن لكم في ميكسور تخلطوها شي شويه باش يجيكم يعني يجي متجانس، باش يمكن لكم انكم تطبقوا على البشره ديالكم. البنات كيجينا الخليط على هاد الشكل بحال هكا. كاع البنات اللي جربوا كنتمنى انهم يكتبوا لي في الكومنتر كي جاهم، حيت فريمون شي حاجه واعره، غادي يعجبهم بزاف. كيف كتشوفوا معايا درت هنا العسل المكرونه، راكم عارفينها مغذيه وفيها يعني ومرطبه وبزاف ديال الحوايج، واللفت غنيه يعني التعريف ما نهضروش عليها، وزيت الزيتون راه حتى هي مرطبه وفيها بزاف ديال المنافع. غنبداو ان شاء الله على بركه الله. اول حاجه خص البشره ديالنا تكون نظيفه مزيان، نغسلها بالصابون جوج مرات حتى ثلاثه، يعني تكون نظيفه مزيان. وغادي نطبقوا هذا الماسك على الوجه ديالنا، سمحوا لي انا غنديرو على يديا غير نوريكم بحالاش، فقط غنديرو ماسك بحال هكا على يدينا، عفوا على الوجه ديالنا والرقبه بحال هكا. غزال البنات غزال بزاف، كنتمنى انكم تجربوه. لاحظوا معايا البنات بحال هكا نديرو في اليد ديالي، وغادي نخليه تقريبا من نصف ساعه حتى لساعه الا ربع بحال هكاك، ولا قديتو تخليتها ساعه كامله يكون احسن.
ما كنساوش كيما قلت لكم البنات الرقابه ضروري خصنا نديرو ليها حتى هي. من بعد ملي كنخليو هذه المده اللي قلت لكم ديال نصف ساعه الى قديتو حتى ساعه، من بعد كنغسلو يدينا بالماء يكون عادي، ولا مع دابا الجو بارد شويه، الا كان الماء يعني ماشي سخون يكون فاتر شي شويه دافي شويه. صافي من بعد كنغسلو يدينا، عفوا كنغسلو الوجه ديالنا، وكنديرو الوجه ديالنا مزيان. ومن بعد كناخذ البنات هذا الماء، من بعد ما كنساليو الوصفه ديالنا كناخذوا هذا الماء اللي بقى لنا ديال اللفت ديال القبيله اللي سلقنا، ما كنزلعوش كنحتفظوا به، هو اللي غادي نديرو في واحد البخاخ. نحاولوا اننا ملي نكملوا الغسيل ديال الوجه ديالنا اننا نرشو عليه نديرو في هذا الماء في البخاخ ديال اللي قلت لكم، بحال ديال الورد فاش كنديروا الورد، فاش كيكون الورد، وغنحاولوا اننا نرشو على الوجه ديالنا مزيان مزيان. ما عنديش البخاخ، نحاول ناخذ شويه في يديا فيديو ونوريكم. غنديرو بحال هكا في الوجه ديالي. من بعد الماسك بطبيعه الحال ما نكون وصلناه، صافي البنات، وكنخلي بحال هكا، ما كنغسلوه ما والو، كنخليوه حتى كينشف راسو كي كنديروا الماور تماما. صافي البنات، هذه هي الوصفه. قررت اني نشاركها معكم حيت فريمون زوينه بزاف، ويعني معتمده عندي بزاف، هي اللي كندير دائما، زوينه بزاف البنات، كتوحد لون البشره، كتحيد بزاف ديال الشوائب اللي كنتو كتعتقدوا انهم ما يتحيدوش، ولا ربما جربتوا بزاف ديال لي برودوي ما بغاوش يحيدوهم لكم. انا كنضمن لكم هذه الوصفه بلا تحيد لكم الا داومتوا بطبيعه الحال، غتحيد لكم كاع الشوائب اللي عندكم، وغتوحد لكم البشره ديالكم. هذا ما كان البنات، كنتمنى ان شاء الله تجربوها، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.